شوف وصفه البتنجان اللي عندنا النهارده اللي هي سعرات الحراريه بتاعتها قليله، عباره عن ايه؟ عباره عن بتنجانيه اهي، بقطعها نصين هوريكوا ازاي، وبشيل القلب بتاعها وبيبقى متاح عندي كده جبنه موتزاريلا، مكعبات بصل ابيض، مكعبات فلفل، مكعبات طماطم، بهارات وخل. انا حطيتها بس في الفرن شويه صغيرين، بنقطعها بالطول. دي بقى بتبقى وجبه ظريفه جدا وحلوه كمان في الصيف، خفيفه. بنستخدم معلقه صغيره من زيت الزيتون، معلقه صغيره اللي هي معلقه الاكل يعني، ماشي اهو كده كده. بنقورها بالطريقه دي وبناخد القلب ونشيله كده. ماشي، هحط نقطة من الزيت وهعملها بإيدي بس عشان ايه ما لقيتش الفرشة هنا. خلاص اهو كده اهو خلاص، وده برضو هحطه كده 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 كده. ده بقى هعمل بيه ايه؟ ده بقى هجيب هنا البتنجان احطه هنا كده بالطريقة دي، واسيبه لحد ايه ما يطرى خالص. دلوقتي بصوا البتنجان خلاص كده ماشي، ابتدي بقى احط له مكعبات البصل. هنكتر بقى في الوصفة دي كده من الخضار، ماشي، مكعبات البصل، وما يبقاش الحاجه مستويه قوي، مكعبات الطماطم كده، تمام. طبعا انا فاتحه الفرن عشان عايزه يا دوبك بس الجبنه تسيح جوه البتنجان، اصلا البتنجان استوى. مكعبات الفلفل هنا، معلقه الخل، هنحط بقى ملح، فلفل اسود، ونقلب، تمام. البهارات ونقلب بس كده، ريحتها اصلا لذيذه جدا. هنبتدي بقى نحطها كده ونحط عليها جبنة لايت، جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة انتوا بتحبوه، بس الموتزاريلا هتمط وهتدينا نتيجة احلى شوية. نقلب كده، بس ايه نسيب حتة كده كده. نقلب كويس قوي، وابتدي بقى احط كده هنا كده حطينا ايه؟ حطينا البتنجان مع معلقه زيت زيتون، حطينا ملح وفلفل اسود، حطينا مكعبات من البصل، حطينا مكعبات الطماطم والفلفل، معلقه الخل، حطينا الجبنه الموتزاريلا وقلبناهم كلهم مع بعض مع شويه بهارات، ورحنا حاطينهم في البتنجان وهندخلهم الفرن يا دوبك يتبلوا شويه.